السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي حبيبي وحبيبكم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وبعد، مشاهدي الكرام، اتقوا الله، وصية الله لكل خلقه ووصية رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيا عباد الله اتقوا الله. لكن ربما هناك إحساس أن هذا الكلام تسمعه كثيراً، يعني واحد مسك الريموت وبيقول لابني يا ابني حول عن الشيخ ده، احنا بنروح الجامع بنلاقي الشيخ عمال يقول لنا اتقوا الله، بنروح نقعد على القهوة نلاقي واحد من اللي هم حاطين عمة ودان بيقول لي اتقوا الله، بنقعد في البيت برضو الشيخ يقول لنا اتقوا الله. طيب ما احنا كل شوية، ما احنا ربنا جعلنا من المتقين. طيب حملك بس شوية يا عم، يعني ايه اتقوا الله؟ انت عارف ربنا بيعمل ايه للمتقين؟ قال لي عارف يا عم الشيخ، مش هيدخلهم الجنة يعني؟ قلت له هيدخلهم الجنة، ان المتقين في جنات وعيون. طب وايه تاني؟ قال مش هينجيهم من النار. قال لك ربنا بيقول ايه؟ وننجي الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. طب هيعمل لهم حاجة تاني المتقين دول؟ قال لك يعني مش عارف. ليه مش عارف؟ هو المتقين دول انت بتقول في الآخرة ربنا بيكفر عنهم سيئاتهم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وبيعظم في الأجور بتاعتهم. يا مولانا احنا يعني عيشني النهاردة وموتني، وأنت تكلمنا عن الآخرة، والآخرة دي في إيد ربنا سبحانه وتعالى. المتقين دول لهم حاجة في الدنيا، ربنا أدالهم حاجة في الدنيا، لهم مميزات، لهم حوافز، لهم أجر في الدنيا، يعني اللي في الآخرة دي عند ربنا، وإن شاء الله ربنا هيكرمنا كلنا ونخش الجنة وهينجينا من النار. طيب في الدنيا في حاجة؟ طيب في الدنيا أنت محتاج إيه؟ محتاج ربنا يبارك لي في رزقي. ما هو البركة في الرزق مش هتخليك تحتاج لحد. طب ما هو ربنا بيعمل كده مع المتقين، بيعمل ايه؟ لك بيبارك في أرزاقهم. لم تسمع قول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض؟ البركات مرتبطة بإيه؟ بالإيمان والتقوى. يبقى التقوى دي بتورث البركة. البركة في إيه؟ في كل شيء. بس يا مولانا، طب والأولاد؟ يعني عندي ربنا يخلي لك واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، دول هأكلهم تقوى، هعيشهم تقوى، هشربهم تقوى، هلبسهم تقوى. عايز أولادي كده أضمن لهم مستقبلهم. طب كلام جميل. هو ربنا هيضيع أولاد المتقين؟ استحالة. ده ربنا أكرم الأولاد الأيتام الفقراء لأن أبوهم كان صالحا. في قصة سيدنا الخضر سيدنا موسى عليه السلام، فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ليه عمل كده؟ قال لك وكان أبوهما صالحا. الخير رجع لهم فين؟ قال لك وكان أبوهما صالحا. بعض أهل التفسير يقول لك ده كان الجد السابع. يعني شوف التقوى بتصل لفين؟ لحد الحفيد رقم سبعة. ده تقوى الجد، تقوى الأب ده شكلها هي اللي هو المباشر لأبنائه. مش بس كده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم عن هؤلاء المتقين، لو تركوا ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. يا سلام، يعني أنت لو خايف على أولادك، لو خايف على بناتك من بعد انتقالك إلى الرفيق الأعلى من بعد موتك تعمل إيه؟ ربنا قال لك فليتقوا الله. فليتقوا الله.
يا مولانا بس انت عارف الدنيا عاملة ازاي، والدنيا المشاكل كتيرة، والدنيا ضيقة عليا ومكركبة فوق دماغي، طب اعمل ايه يعني؟ يعني الواحد برضو غصب عنه يعني ممكن يعمل، انت عارف يعني. طيب عارف ايه؟ ما هو الدنيا الضيقة دي بتبقى ضيقة، ربنا سبحانه وتعالى بيضيقها على غير المتقين، اما المتقين ربنا بيوسع قدامه الدنيا. ازاي؟ ما هو ربنا بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له ايه؟ مخرجا من كل ضيق، من كل هم، من كل كرب، من كل غم، من كل مشكلة، ربنا بينقذه منها، ربنا بينجيه منها في الدنيا بإيه؟ بالتقوى. ومن يتق الله ها يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب في حاجة تانية مولانا التقوى دي بتعملها؟ التقوى دي بتيسر الأمر العسير، لما يكون حاجة معصلجة معاك ومش عارف تعملها، أو الدنيا في البيت مش مظبوطة عندك، أو في الشغل حاجة واقفة قدامك ومش عارف تنجح، مش عارف تواصل نجاح، ربنا بيقول لك ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يجعل له إيه؟ من أمره يسرا. أي أمر؟ أمور الدنيا وأمور الآخرة، كل أمورك ميسورة وميسرة إن شاء الله. بأي شيء؟ بالتقوى. بالتقوى يعني التقوى بتعمل ده كله في الآخرة، بتدخلك الجنة وبتنجيك من العذاب، وربنا بيكفر عنك سيئاتك وبيعظم لك الأجر وبيستر عليك، وفي الدنيا يبارك لك في أولادك، يبارك لك في أرزاقك، يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقك ويوسع عليك من أوسع الأبواب، وكمان بيبارك في الأولاد حتى سابع جد. التقوى دي هو أعدالك في أولادك، أعدالك في بيتك، أعدالك في صحتك، أعدالك في بدنك، أعدالك في عافيتك، أعدالك في كل شيء، في كل أمورك. طيب تفتكروا بعد كده الإنسان اللي بيتقي الله، الإنسان اللي بيتقي الله إيه ممكن يشغله في الدنيا دي كلها تاني؟ ربنا أكرمه في صحته، ربنا أكرمه في أمواله، ربنا أكرمه في أولاده، ربنا أكرمه في المحبة اللي دخلها سبحانه وتعالى في كل قلب يشوف. يعني قال لك ما أنت مش واخد بالك، ما الإنسان اللي هو لما يتقي الله هيبقى واحد من المتقين، اللي هم ربنا بيتعامل معهم إزاي؟ اللي هم ربنا بيحبهم. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب إيه؟ المتقين. طب واللي يحب ربنا هيحبب في خلقه، إذن فكل الناس يحبونك لله في الله. الكلام ده جميل. طب نعمل إيه عشان أبقى من المتقين؟ وصلنا كده، نعمل إيه؟ ده موضوع البرنامج بتاعنا. في كل حلقات هذا البرنامج هنقول ونتكلم عن إجراءات تفصيلية عملية أو صفات وعلامات وأمارات من علامات وصفات المتقين، نعملها ونشغلها في الدنيا عشان نبقى من هؤلاء المتقين اللي هم هياخدوا كل هذه الحوافز وهذه المميزات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء المتقين المحبين المحبوبين من الله ومن الخلق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير في الدنيا وفي الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.